السلام عليكم. اليوم بسوي مشروب الكومبوت. أول شي بشغل النار هني عندي ليمون، نعناع، فانيليا، سكر وقرفة، عندي هذا التوت البري من باجة شريته. بحط هذول الأغراض وبرجع. والحين حطيته وبحط التوت. تمر لكن، وبخليهم يغلوا إلين ما يطلع لون. خلاص الحين بجربه. طفى هو الحين، بس قاعد يبرد. بخليه يبرد شوي وباجي. خلاص جربته، طعمه لذيذ بس لونه ما يشهي. طعمه في طعم القرفة مبينة والتوت مبين واجد. خلاص شكرا، مع السلامة.